محسومه. الشيء اللي عم بيرددوه المفاوضين الفلسطينيين انه احنا وصلنا الى طريق مسدود بموضوع المفاوضات، الاسرائيليين لا يريدون سلاما. طيب نعم. فلنعلن هذا صراحه وبنقول ان الاسرائيليين لا يريدون سلاما، اذا هم عم يضعونا امام خيار اخر وهو خيار المقاومه، لانه ما دام فشلت طريق السلام والمفاوضات اذا ما عندنا خيار اخر غير المقاومه. لا، لكن دكتور عبد الله ايضا يقول لابد من ان ناخذ التحولات بعين الاعتبار، يعني حتى لا نسقطها من دائره الاهتمام. هناك تحولات في المواقف الامريكيه التي اشار اليها. اسمح لي اعود اليك دكتور عبد الله، اعود اليك واسمح لي يعني اقف تحديدا عند ما قاله رئيس السلطه بعد لقائه ميتشل، عندما يعني يطلب منه ضرورة أن تضغط إدارة أوباما على الجانب الإسرائيلي بموضوع المستوطنات وغيرها، تعجيلا لمسألة إمكان استئناف المحادثات أو المفاوضات بين الجانبين. هل هذا وحده يكفي؟ يعني أليس المطلوب أن يكون هناك موقف مغاير تماما؟ ربما الكلام الذي ذكره الأستاذ صلاح صلاح يشكل جزءا منه، تفضل. طيب انا اولا خليني اقول لك انه الرئيس ابو مازن بالامس طلب انعقاد اللجنه التي شكلها لجنه متابعه الملف السياسي، وهي تتشكل من اعضاء من اللجنه المركزيه لحركه فتح، ست اعضاء من اللجنه التنفيذيه لمنظمه التحرير الفلسطينيه، وست اعضاء من قياده فصائل منظمه التحرير الفلسطينيه. نعم. طلب منهم ايضا دراسه كل المواقف الدوليه بما فيها بيان اللجنه الرباعيه، بما فيها التطورات الاخيره، وما هي الـ يعني التوجهات التي هذه اللجنه تشير فيها. الرئيس ابو مازن يعني في هذه الخطوه هو يكرس وحده العمل السياسي الفلسطيني، وحده القرار، جماعية القيادة، حتى نواجه ما نواجه من تحولات في المنطقة. نعم. اللي بتمسنا يوميا، وكيف نتعامل مع التحولات الدولية. زارتنا مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية الأوروبية لأول مرة وذهبت إلى غزة، زار الأمين العام للأمم المتحدة وذهب أيضا إلى غزة ليطلع عليها، وهنالك كل هذه الأمور كيف نستفيد منها وتجيرها لصالح قضيتنا، لصالح نضالنا، لصالح أطفالنا الذين يتحدون بصدورهم هذا المحتل المجرم. نعم. المطلوب الآن يعني لما نقول وقف الاستيطان لا يعني أننا نقبل بالاستيطان الموجود، لكن كون الاستيطان موجود كإحدى النقاط الست أو السبع الأساسية اللي تشكل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، المياه، الاستيطان، اللاجئين، القدس، الحدود، كل هذه القضايا بحثها كيفية تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأنها. نعم. وليس البحث في شرعيتها أو عدمه. طيب. أنا بعتقد أنه إذا لم تتوفر الظروف الموضوعية اللي أولها وقف الاستيطان وقفا واضحا وشاملا، طيب، فإمكانية استئناف المفاوضات غير واردة. دكتور عبد الله، قبل أن يعني قبل أن نشكر انضمامك إلينا، استئناف عملية التسوية، وخلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الأردنية عمان بعد لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قال ميتشل إن هذه اللقاءات ستستمر خلال الأيام المقبلة بهدف وضع شروط البدء بالمفاوضات غير مباشرة في أقرب وقت ممكن. جدد قادة ائتلاف دولة القانون دعوتهم مفوضية الانتخابات العراقية إعادة فرز الأصوات، وذلك لتفادي الشكوك والإشكالات التي حاطت بعمل المفوضية. وكانت المفوضية رفضت أمس إعادة الفرز لأنها ستعلن النتائج النهائية يوم الجمعة المقبل. هذا فيما طالبت 10 محافظات عراقية المفوضية بإعادة الفرز والكشف عن مكامن التلاعب بالأصوات. هذا وبحث وفدان من ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي آفاق تشكيل الحكومة العراقية المقبلة. وأكد بيان للمجلس الأعلى الإسلامي تقارب وجهات النظر ما قد يجمع الائتلافين في كتلة سياسية واحدة. التقى الرئيس الأفغاني حامد ذاكرزاي وفد من جماعة الحزب الإسلامي في العاصمة كابول لبحث المصالحة وإنهاء الحرب وفقا لما أعلنته مصادر حكومية. وأوضحت المصادر ذاتها أن وفد الجماعة التي تقود حركة منفصلة عن طالبان يترأسه قطب الدين هلال ونائب زعيم الجماعة. وأضافت المصادر أيضا أن الوفد التقى عددا من الوزراء وأعضاء البرلمان في مبادرة تاء
ترمي إلى تحقيق مصالحة وطنية بين الجماعة والحكومة. أعلنت وزارة الدفاع البريطانية مقتل أحد جنودها بانفجار عبوة ناسفة في ولاية هلمان جنوب أفغانستان. وأوضحت الوزارة في بيان أن الجندي ينتمي إلى الكتيبة الثالثة، وكان يشارك في دورية الراجلة عندما أصيب بجروح قاتلة في انفجار عبوة يدوية الصنع. كذلك أعلنت قوة إيساف مقتل جنديين آخرين من الناتو، لكنها لم تحدد هويتهما والمكان الذي قتلا فيه. بدأ حزب العدالة وتنمية الحاكم في تركيا مشاورات مع المعارضة حول مشروع لتعديل الدستور، فيما أظهر استطلاع للرأي أن نحو 80% من الأتراك يؤيدون المشروع. يأتي هذا الاستطلاع على خلفية إعلان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أواخر الشهر الماضي أن حزبه يعتزم عرض تعديلات دستورية على البرلمان قبل نهاية شهر آذار مارس الجاري. ويشترط الاتحاد الأوروبي على تركيا تعديل الدستور كشرط للانضمام إلى عضوية الاتحاد. قتل شخص واحد وأصيب 4 آخرون بجروح إثر انفجار دراجة نارية مفخخة في مدينة كويتا جنوب غربي باكستان، وفقا لمراسلنا في باكستان. وكانت مدينة كويتا قد شهدت مواجهات بين قوات الأمن ومئات الطلاب الذين كانوا يحتجون على اغتيال مدير مدرستهم، فأصيب عدد كبير من الطلاب بجروح خلال المواجهات، وأغلق المتظاهرون الطرق الرئيسية في المدينة. من جهتها استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهراوة لتفريق المتظاهرين، كما اعتقلت عددا منهم. نهاية الموجز، إلى اللقاء. نتنياهو للقاء أوباما وإصرار على بناء المستوطنات، عنوان هذه الحلقة من مع الحدث. أذكر بضيوف الحلقة، في الاستوديو صلاح صلاح عضو المجلس الوطني الفلسطيني، من رام الله انضم إلينا الآن حنا عميرة عضو لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونرحب به، من واشنطن الدكتور حسن منيمني كبير الباحثين في معهد هدسون وأبقى معه. دكتور منيمني، يعني إذا ما حاولنا أن نحصل على ماذا يمكن أن يكون حققه ميتشل خلال هذه الجولة، غير أنه سلم نتنياهو دعوة للقاء أوباما، هل تعتقد حصل منه على شيء ما يتعلق بموضوع استئناف المفاوضات باعتبار الهدف المشترك بين واشنطن وتل أبيب لكن بشروطه؟ نتنياهو قد أشار إلى أنه يعتقد بأن المفاوضات المنتجة هي المفاوضات المباشرة، وطبعا نحن اليوم في حالة ارتباك على مستوى المنطقة ككل، لأن نتيجة التصعيد الذي حصل في المرحلة السابقة من مختلف الأطراف لا يمكن الدخول اليوم في مفاوضات مباشرة. إذن المرحلة المقبلة هي مرحلة عودة إلى المرحلة السابقة. لا نستطيع هنا أن نتحدث عن إنجازات حققها ميتشل، نستطيع أن نتحدث عن بعض التصليح أو بعض الترقية حتى إذا شئت للعملية التي كان يجب أن تتم في الماضي ولم تتم إلى اليوم. لا شك بأن ما شاهدناه في العام الماضي لم يكن على الإطلاق على مستوى ما كان يتوقعه الرئيس أوباما أو ما كان طاقم الرئيس أوباما يريد أن يراه يتحقق. هل يمكن أن نقول أن الإدارة الأمريكية مرة جديدة تغطي سياسة هذه الحكومة تغطية كاملة؟ لا، المسألة ليست مسألة تغطية سياسة الحكومة، هي مسألة السعي إلى إيجاد سبيل للمضي قدما في المفاوضات. الحكومة الأمريكية تدرك بأنها هي من ورط السلطة الفلسطينية في بعض هذه المواقف التصعيدية، وذلك لأنها وضعت سقفا لا يستطيع الجانب الإسرائيلي التوصل إليه، هو مسألة تجميد الاستيطان. إذن الحكومة الأمريكية تسعى اليوم في واقع الأمر إلى تصحيح الخطأ الذي ارتكبته هي في العام الماضي. المسألة ليست دعم غير مشروط لإسرائيل.